ولمناقشة الفشل الحكومي وتخادم الأحزاب في ظل محاولات السودان الترويج لإنجازات يراها المراقبون غير حقيقية، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نعمة الراوي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا دكتور. السوداني ينتقد المشككين في قدرات حكومته وفي الإنجازات التي حققتها، ويؤكد أنها أنجزت خلال الستة أشهر الماضية 31% من برنامجها. إلى أي مدى يعني تجد صحة في هذا التصريح؟ شكرا لك أخي الكريم، وشكرا لقناة الرافدين المقاومة الفاضحة لحكومة الذيول الإيرانية ولكل مشاهديكم الكرام. أولا السوداني أخي الكريم هو نسخة طبق الأصل من حكومات الذيول الإيرانية، إنه لا يختلف عنهم شيئا سوى الاسم والشكل، أما عمليا وتطبيقيا فمع الأسف الشديد إنه نسخة طبق الأصل من العبادي والمالكي وعادل عبد المهدي ومن لفهم. فلم تكن هنالك إنجازات، بل هنالك ابتسامات واستغلال للإعلام ليبين فشله وخيبة إنجازاته. بالله أنا أسأل، قبل 3 أيام سمعت هذا الكلام أو أكثر، ما هي الإنجازات؟ أعطنا نوع من الإنجاز، سوى أنه تقول لي 31 80 نقطة لحكومته على أساس تنجزها. يقول إحنا أنجزنا 31%. طيب انطيني فد منجز في الاقتصاد، في السياسة، في الثقافة، في الزراعة، انطيني منجز حتى أقول فعلا. أما أنه تقشمر الناس بكلام ليس له أي صحة في الواقع وليس له أي مدلول في العمل السياسي، فأعتقد هذا شلون نقول أنه يبيع نعم تمر في الهواء، أو يبيع ما أدري والله، يبيع كذب أسمي، هو كذب على الشعب العراقي بهذه العبارات 31%، ومع الأسف الشديد لم يقدم لنا ما هي الإنجازات. نعم دكتور نعمة، ما تفضلت به في الإجابة عن السؤال من أنه لا يختلف عن العبادي والمالكي وعبد المهدي وغيرهم، وهذا ما ذهبت إليه مجلة ذا هيل الأمريكية، أنه نسخة عن سابقه، يعني لم يختلف كثيرا. ويقول مراقب يا أخي، ويقول مراقبون دكتور ولا غيرها. نعم تمام. ولكن الواقع الوقائع العنيدة هي أقوى من كل ما تقوله الصحف. يقول مراقبون دكتور نعمة، يقول مراقبون بأنه هذه النقطة غير خاضعة للنقاش ذاتا، خاصة أن العملية السياسية من غير المتوقع أن تفرز من يعني هو مختلف في الحقيقة وطنيا وحريص على العراق، وبالتالي قادر فيما بعد ولديه إرادة حقيقية مستقلة على أن يكون مختلفا. أستاذ الكريم، دائما القائد اللي يكون هو في مقدمة الركب أنه لابد أن يكون وطنيا مدافعا عن بلده، مدافعا عن مصالحه، مدافعا عن سياساته، مدافعا عن كل ما يهم الشعب العراقي، وليس مدافعا عما يكون للجار السوء إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية التي دمرت العراق. لكن ماذا تقول لهؤلاء الذيول؟ ماذا تقول لهذه الإمعات التي ابتلينا بها وابتلى العراق بها، وجاءت بهم هؤلاء السلة التي لا تعلم من العلم شيئا سوى النهب والسرقة والسمسرة وبيع الذات والسطو على أملاك الناس. نعم
دكتور، من ناحية أخرى خطيب مسجد الكوفة للتيار الصدري حذر الطبقة السياسية من التمادي في خدمة مصالحها الحزبية والشخصية والفئوية كما قال على حساب مصلحة الشعب. هل تعتقد أن مدح السوداني لنفسه تندرج تحت مخاوفه من غضبة الصدر ومن ثم عودته بعد أن أعلن اعتزاله الحياة السياسية؟ يعني حقيقة أستاذ الكريم، يعني هذا الكلام أنا أعتقد خارج الإطار العلمي والتصور للسياسة في الواقع العراقي. أنا أعتقد أنه الصدر شبع موتا في العمل السياسي والحزبي في العراق، ولا بالله عليك 73 مقعد يهزم ويختبأ وإعطاء لهؤلاء الذيول التابعين لإيران قلبا وقالبا وسياسة ولصوصا وبكل الأوصاف. هل تعتقد أنه مثل هذا الرجل أصبح يخيف المجتمع العراقي أو يتمنى أو يتطلع الشعب العراقي لمثل هذه؟ أنا أعتقد جازما أنه الصدر أصبح جثة هامدة وليس له من مقومات الحياة السياسية نعم في المستقبل العراقي. نعم دكتور، نعود إلى ما يعني ذكره السوداني أثناء مؤتمر منتدى العراق، إشادته أو التطرق إلى الدور الإيراني، ما الداعي لذلك برأيك؟ احنا نسميها سياسه المواربه في العلاقات الدوليه، سياسه المواربه، انه لا يريد ان يضع، يعني لاول مره اسمع بالسياسه الناضجه والموضوعيه. ماذا يقصد بالناضجه والموضوعيه؟ سوى التهرب من الاجابه الصريحه. انا ما يعني بصراحه صدمت لما اسمع انه السياسه الناضجه والموضوعية. ما فهمت ماذا يقصد. نعم. لكن أفهم أنه يقصد التهرب من ذكر إيران بالإيجاب أو بالسوء حتى يكون علاقته متوازنة مع الدول التي طبعت مع النظام العراقي كدول الخليج وغير دول الخليج. نعم، أشكرك جزيلا أستاذ العلاقات الدولية من لندن عبر الخط الهاتفي دكتور نعم الراوي، شكرا لك.